السوشيال ميديا اللي بنتابع فيها دايما طبعا اهم اللي نشروا نجوم الرياضه على صفحاتهم الشخصيه على السوشيال ميديا. النهارده هنبتدي بوفاه الكابتن عادل هيكل وبعض اللي نشروا بقى عنه طبعا او اللي اتنشر عنه في الساعات اللي فاتت. هنبتدي مع طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي كتب على تويتر: رحمه الله على الفقيد، سيبقى اسمه خالد في تاريخ النادي الاهلي والرياضه المصريه. كمان عضو مجلس الإدارة محمد الجرحي كتب على الفيسبوك الخاص بي: نودع رمز من رموز النادي الأهلي وأحد العلامات البارزة في حراسة مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن عادل هيكل، إنا لله وإنا إليه راجعون. كمان كتبت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تويتر: بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ننعي فقيد النادي الأهلي وأحد أساطير حراسة مرمى القلعة الحمراء والكرة المصرية كابتن عادل هيكل، راجين من المولى عز وجل أن يتغمدوا برحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسروان. وده عن هيكل، ده بقى كان بعض اللي اتقال عن الحارس الكبير كابتن عادل هيكل الله يرحمه. نروح بقى لفوز النادي الاهلي امبارح على هورايا كوناكر الغيني، نشوف مع بعض ابرز اللي نزل بعد المباراه. وهنبدا بخالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي نزل صوره لجمهور النادي الاهلي على تويتر وكتب: عوده حميده يا جمهورنا العظيم، يا صانع البطولات على مر السنين، مبروك يا اهلاويه وربنا يكرمنا ونفوز بالبطوله الافريقيه يا رب. كمان غرد طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي على تويتر قال: رجاله يا اهلاويه مبروك. نشر كمان كابتن زكريا ناصف لاعب النادي الاهلي سبق على تويتر تويته ليه قديمه عن النادي الاهلي وكتب عليها: بفكركم بكلامي عن ثقتي في الاهلي وثقتي بتزيد كل يوم، لكن النهارده مختلف بعد ما شفت تشجيع جماهير الاهلي والروح القتاليه للعيبه وثقه وهدوء او ثقه وهدوء الجهاز الفني ورد فعل الاحتياطي. واخيرا مجلس الاداره وهو بيتفرج على المباراه: انه الاهلي لمن يريد ان يعرف. كمان كتب محمد ابو تريكه تويت على تويتر وقال فيها: مباراه كبيره لنادي القرن وفوز ممتع، ان شاء الله يكون دافع قوي لاحراز البطوله الافريقيه الغائبه عنا منذ فتره، افريقيا يا اهلي. كمان هنا كابتن ضياء السيد نادي الاهلي على تاهله لدور نص النهائي من بطوله افريقيا على تويتر وقال: الف مبروك لنادي الاهلي وجمهوره العظيم وجهازه الفني وكل اللعيبه، بطولتنا ان شاء الله. كمان كتب كابتن محسن صالح مدرب منتخب مصر السابق على تويتر: اهلي زمان رجع تاني، بقالنا كتير ما شفناش الاهلي بالمستوى ده، اداء دفاعي خالي من الاخطاء، توازن في الواجبات الدفاعيه والهجوميه لفتحي ومعلول، وتوزيع المهام الدفاعيه للاعبي الوسط بشكل دقيق، مسانده ازارو من حمودي وسليمان، وخط دفاع امامي من عاشور وهشام واسلام والحلو محسن. كمان علق كابتن احمد شوبير على فوز النادي الاهلي، كتب على تويتر: شمس الاهلي تسطع على افريقيا. نروح بقى للعيبه النادي الاهلي نشوف ازاي احتفلوا على صفحاتهم بالفوز بلقاء هورايا كوناكري باربع اهداف نظيفه. نبتدي مع الحارس شريف اكرامي اللي كتب على تويتر او نشر صورته على تويتر وكتب فيها: الى نص النهائي عن جدارة صعود مستحقك الكبار، تبقى كلمه السر دائما في الروح القتاليه والاصرار وانكار الذات، فالاهلي دائما بمن حضر، مبروك المكسب ولكن لن نفرح الا يوم 9 نوفمبر، بصراحه الفوز وسط الجمهور حاجه تانيه. كمان حارسنا محمد الشناوي نشر على الانستجرام صوره للفريق من بدايه المباراه وقال: الحمد لله دائما وابدا والقدم افضل ان شاء الله. ايمن اشرف كمان وجه شكر للجمهور على تويتر وقال: شكرا جماهير النادي الاهلي. هشام محمد كمان نشر صوره من المباراه على الانستجرام وكتب: مبروك رجاله الاهلي وشكرا لجمهورنا العظيم. وليد سليمان كمان نزل صوره على الانستجرام وكتب: الحمد لله على كل شيء، اهم حاجه المكسب وباذن الله البطوله اهلاويه طول ما جمهورنا العظيم في ظهرنا وكلنا نقول يا رب. كمان اسلام محارب نشر صوره من المباراه على الانستجرام وعلق عليها وقال: الحمد لله مبروك جمهورنا العظيم، واللي كان طبعا منور الملعب الف سلامه يا حاوي مستر اسيست، وعمل منشن لوليد سليمان اللي كان طبعا متالق في المباراه برغم اصابته. كمان صفحة أهلي بلاير 72 على الانستجرام نشرت صورة لوليد سليمان وعلقت عليها وقالت: الحاوي يصنع التاريخ. ميدو جابر كمان كان مستبعد من المباراة بسبب الإصابة، نشر صورة للفريق من المباراة على الانستجرام وكتب: الحمد لله رجالة أفريقيا إن شاء الله. صفحة الاتحاد الأفريقي الكاف على تويتر نشرت فيديو لجمهور النادي الأهلي من المباراة امبارح وعلقوا عليها وقالوا: لقطة رائعة لمشجعي النادي الأهلي خلال فوزهم على فريق هورايا كوناكر الغيني. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده ونرجع تاني. Kicks
to the ankle. والله حاجة كده تفرح وتفتح النفس. كمان بقى أخيرا محمد صلاح نشرت صفحة الفيفا فيديو لمحمد صلاح وهو بيدي تيشيرت بتاعه لطفل امبارح بعد المباراة اللي فاز فيها ليفربول على ساوثهامبتون في البريمير ليج 3-0. صلاح سجل الهدف الثالث للفريق. علقت الصفحة دي وقالت لحظة لن ينساها لايس بعد مباراة ليفربول امبارح. تعالوا نشوف الفيديو. Please, hold it, please. He's got it for you. Thank you so much. Thank you, Lou. Thank you. Do it.